Mes meilleurs honorables frères et sœurs, voilà, prof de français, elle est là pour vous faire apprendre la communication française. Bon, je vais commencer le cours et voilà. Maintenant, je vais vous faire montrer comment enchaîner entre les phrases, comment discuter sans bloquer. C'est ça le plus important et c'est ce qui compte pour moi et ce qui compte pour vous en parallèle. Bon, bref. قبل انا الحمد لله والله العظيم وصلت للدراري الصغار واول مره في حياتي دري في عمره 8 سنين كيتعلم يتكلم بطلاقه. هذا هو الشهر الثالث عنده في واتساب. الحمد لله وليت كنوصل لواحد الارقام خياليه. اللي مازال ما التحقش الواتساب اللي بغى يتعلم يتواصل بطلاقه الفرنسيه يراسلني في الجيميل hamzaalmuallam@gmail.com. هذا هو الجيميل ديالي كيتكتب بشكل صحيح حمزه المعلم ملاصقه بحروف صغار @gmail.com. راسلني وكتب لي النمره ديالك رقم الهاتف ضروري باش نشوف الميساج وبغيت نتسجل في العرض. ما يمكنش ما نجاوبكش الى لقيت رقم الهاتف وبغيت نتسجل في العرض. غتقرا معايا ابل فيديو في واتساب والله ما يمكن لك ما تتعلمش. فوالا بون جو في كومونسي لو كور. اليوم غادي نحاول انني نعطيكم 15 الفيرب الاكثر استعمالا في اللغه الفرنسيه واهم 15 الفيرب في اللغه الفرنسيه. اهم 15 الفعل في اللغه الفرنسيه. اوكي نبدا. غنبدا بلو فيرب بريسيدي. غنقول لكم هاد لي فيرب هادو 15 بهم خصكم تقيدوهم كاملين. بريسيدي هو كيسبق. مثلا غادي نقول لك جو في تو بريسيدي فير لو سوبر مارشي. غادي نسبقك للسوبر مارشي. جو في تو بريسيدي فير لو سوبر مارشي. هذا بريسيدي. عندنا فيرب اخر اللي هو كونستيتيي. مهم بزاف كونستيتيي هو كيشكل. نقول لك سا كونستيتيي ان غران بروبليم. هذا يشكل مشكل كبير. يشكل سا كونستيتيي هذا يشكل يعني خطوره. سا كونستيتيي ان دونجي. فوالا دونك سا كونستيتيي يشكل شكل يشكله. اوكي الفعل الثالث هو ساتيسفير. مهم لاقصى درجه. ارضى يرضي يعني كيرضي شي واحد. نقول لك جو في با تو ساتيسفير ما غاديش نرضيك انايا. جو في با تو ساتيسفير ما غاديش نرضيك. كيرضي شي واحد هي ساتيسفير. اوكي الفيرب اللي موراه اللي هو ايفولوي. ايفولوي هو كيتطور. وكاين سيفولوي هو كيتطور. هما هنا جوج ديال الافعال ضربنا عصفورين بحجر واحد. دونك هنا عندي اربعه الافعال قلت هنايا ايفولوي وسيف. عفوا خمسه الافعال ايفولوي وسيفولوي. دونك هنا المجموع عندنا خمسه الافعال. ايفولوي هي كيطور. سيفولوي كيتطور. دونك فوالا جو في ايفولوي مون بروجي. غنطور من المشروع ديالي. جو في ميفولوي غادي نتطور. فوالا دونك خمسة الافعال هنا عندنا. بقاو لينا 10 الافعال. 10 ديال الافعال. اوكي الفعل السادس اللي هو فريكونتي. مهم بزاف. فريكونتي هي كيتردد ولكن عنده واحد المعنى محدد. فريكونتي مثلا نقولك جو فريكونت لا ميزون تو لي جور. كنتردد على المنزل يعني كنمشي للمنزل كل نهار. جو فريكونت ليكول تو لي جور. كنمشي للمدرسه يعني كنتردد على المدرسه. فريكونتي كيمشي لشي بلاصه بزاف الخطرات. كيمشي لشي بلاصه بالتكرار. فريكونتي. اوكي هذا الفعل السابع هو سوتونير. سوتونير مهم بزاف. سوتونير هذا الفعل هذا كنلقاو بزاف د المرات كيتستعمل في الحياه اليوميه. سوتونير هو يعني باغ اكزومبل كيساعد كيعاون. سوتونير باغ اكزومبل هذا كتعرفوه ولكن ما كتعرفوش تستعملوه في لافراز. باغ اكزومبل مون امي مو سوتيان. صديق ديالي كيدعمني. فوالا كيدعمني كيشجعني مو سوتيان. اوكي لو فيرب سوتونير. اوكي الفيرب الثامن الفعل الثامن هو انكوراجي. انكوراجي كيشجع. باغ اكزومبل نقول لك tu m'encourages beaucoup. كتشجعني بزاف. tu m'encourages beaucoup. اوكي الفعل التاسع هو ديكوراجي اللي هو ضد ديال انكوراجي يعني كيحبط كيحطم. بوركو tu me décourages. علاش كتحطمني وكتهبط مني وكطيح مني وكطيح لي قيمتي حدا الناس وكتهبط لي من لا موتيفاسيون ديالي. علاش كتحطمني؟ بوركو tu me décourages.
يعني كتحيد لي لو كوراج، كتحيد لي الشجاعه. تي فوا دونك لو كوراج بوركو تي مو دي كوراج، علاش كتحطمني كطيحني؟ اوكي. الفعل اللي موراه اللي هو الفعل التاسع عندنا الفعل دي سوفوار. دي سوفوار مهم بزاف. احبط يحبط، نسي با دو مو دي سوفوار سيل تو بلي، ما تحاولش تحبطني الله يخليك. دي سوفوار مهم، دي سوفوار. الفعل العاشر، العاشر الفعل العشرة اللي هو اكيغير، مهم لاقصى درجات. اكيغير هذا بزاف، اكتسب يكتسب. باغ اكزومبل غادي نقول لك فوالا tu vas acquérir la langue pendant 3 mois، غتكتسب اللغه في مده 3 mois، في مده 3 اشهر. فوالا acquérir. الفعل 11 هو obtenir، قريب ليه obtenir، حصل يحصلوا. j'ai obtenu mon baccalauréat l'année précédente، يعني حصلت على الباك، حصلت على البكالوريا ديالي السنه اللي فاتت، السنه السابقه. فوالا. دونك الفعل 12 اللي هو الفعل باتر، مهم. جوفي باتر سو غارسون لا، انا غادي نضرب باتر، مهم مهم. هاد باتر، هذا باتر كيتسمن بزاف، كيضرب شي واحد. تشوف مو باتر، غضربني تشوف مو باتر. باتر. والفعل 12 اللي هو سو باتر، سو باتر اللي هو يعني كيتقاتل كيتحارب. تشوف هو السينونيم ديال لو فيرب سو باغاري، وهذا هو لو فيرب 13. سو باغاري كيتستعملوا بجوج بهم، ما تقوليش لا، هما سيسون دي سينونيم، المهم متفق معاك، ولكن كيتستعملوا بجوج بهم ديما. دونك هنايا سو باتر هو كيتقاتل، و سو باغاري يعني كيتحارب كيتقاتل. باغ اكزومبل غنقول لك جو في مو باتر بور اكيرير لو فرونسي، غنتقاتل غنتحارب. جو في مو باتر بور اكيرير لو فرونسي، غنتحارب غنتقاتل باش نكتسب الفرنسيه. وعندي هنايا الفعل 14 مونتري، مونتري كيبين كيوري شي حاجه. مونتر مو لا ريبونس، وريني الاجابه، وريني اظهر لي، مونتر مو. دونك الفعل 15 اللي هو الاخير هو ديسوندر. ديسوندر غنقول لك مثلا، غنقول لك هو كينزل، ينزلو كينزل. جو في ديسوندر، اتون مو جو في ديسوندر، انا غادي ننزل. جو في ديسوندر. فوالا، لاحظتوا بانني كنسهل لكم الفرنسيه لاقصى درجه، غتعلموا وتكلموا بكل طلاقه معايا. الى بعثتوا لي في جيميل غتشوفوا واحد الطريقه والله العظيم خياليه في تعلم الفرنسيه في 3 شهور. 3 شهور والله، عندي نساء كبارين في السن 60 عام 50 عام وتعلموا الحمد لله. فقط راسلني في الجيميل وكتب لي بغيت نتسجل في العرض، غتخدم معايا دي سيونس انديفيديوال، يعني حصص منفرده، كتشوفني ابل فيديو مباشره كنخدم معاك كانك حاضر في شي قسم وحدك. فقط راسلني في الجيميل حمزه المعلم @ gmail.com، هذا هو الجيميل ديالي، ها هو تلقاوه في ديسكريبسيون. حمزه المعلم ملاصقه، كتب لي غير رقم الهاتف ضروري، وبغيت نتسجل في العرض. حمزه المعلم ملاصقه بحروف صغار @gmail.com. راسلوني كلكم كلكم كلكم، تحيه لكم، كنبغيكم ديما معاكم كيسبع.